عايز أسألك على رأيك في تجنيس محمد الشوربجي واللعب بالعلم تحت العلم الإنجليزي، رأيك إيه في الموضوع ده؟ موضوع صعب جدا يعني بالنسبة لنا احنا كلنا وبالنسبة لمنتخب مصر كله. يعني يمكن محمد، يعني انا بالنسبة لي محمد مثل اعلى ليا كبير في الاسكواش، وهو يعني يمكن من اكتر اللعيبة المقربين ليا، هو وكريم عبد الجواد بطل عام 2016 في مصر هنا. يعني هو ساعدني بشكل كبير جدا وانا صغير، ودايما كان عايزني اطلع وعايزني اشوف انت يعني شايفه دايما رول موديل، فيعني بالظبط. فانا كنت اللي هو برضو بروح واشجعه في الجونة ولا طبعا هو شخصية جميلة جدا وشخصية محترمة جدا واسطورة، وهو طبعا لعب تحت العلم المصري وحقق بطولات كبيرة جدا وحقق ارقام. يمكن هو الوحيد المصري اللي حقق حاجة و50 شهر، 51 شهر نمرة واحد على العالم، حاجة كبيرة جدا. ايا كان القرار ايه، هو قرار صعب جدا بالنسبة لنا واحنا زعلنا صدمة جدا، بالنسبة لكم؟ صدمة جدا. هو محمد يمكن برضو عايش بقاله 16 سنة في انجلترا، فالموضوع كان بالنسبة لنا احنا كنا يعني عارفين خبر مهيئين بيه، يعني يمكن يعني قبل ما الناس كلها تعرف، بس مش حاسين بالموضوع. بس ايا كان قرروا ايه، ده حاجة يعني ترجع له هو مشاكله مع الاتحاد، ونخسرنا حاجة كبيرة قوي بقيمة وقامة يعني محمد الشربجي، ونتمنى له كل التوفيق.